أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة بريطانيا تعترف بإرسال قاصرين للحرب ضد العراق وأفغانستان. وجاء في المدى أمن البصرة يفرق المتظاهرين بالقنابل الدخانية، وذيقار تستخدم الرصاص الحي لإنهاء الاحتجاج. نتصفح في كتابات تحذيرات من غضب العشائر إذا ما تم الاستيلاء على أراضي حزام بغداد. ونطالع في البصائر اتهامات لليونسكو بعرقلة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل. نقرأ في القدس العربية الرئاسات الثلاث تمنح عبد المهدي مهلة أخيرة لحسم مناصب الدرجات الخاصة. وجاء في العربي اللندنية مليونية السودان تزيد فرص التفاوض وتقديم التنازلات. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد 4 قتلى مدنيين بقصف صاروخي إسرائيلي في محيط دمشق وحمص. شكلت الحرب العالمية الأولى ونتائجها التي انتهت بفوز الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا وخسارة كل من ألمانيا والإمبراطورية العثمانية، شكلت حدثا تاريخيا مهما في المنطقة. الحرب بدأت إذن بانتهاء الإمبراطورية العثمانية وولاياتها واحدة تلو الأخرى، ومنها تقرير لجريدة البصائر: العراق بذكرى ثورة 20 في 30 من حزيران يونيو 1920، وكيف قاتل وعلى العراقيين أن يقفوا ضد الظلم بالرغم من أن ثورة 20 لم تنجح في تحقيق كامل أهدافها وعلى رأسها التحرر الكامل من الإنجليز، إلا أن الثورة أجبرت الإنجليز على تغيير سياستهم. ويقول أستاذ العلوم السياسية محمود الحافظ في حديثه لجريدة البصائر إن الإنجليز تفاجأوا بكم المقاومة التي أبداها العراقيون، إذ استمرت الثورة المسلحة قرابة 6 أشهر لم تفلح معها جميع الإغراءات الإنجليزية لشيوخ العشائر، حتى وصل الأمر ببعض اللوردات في مجلس العموم البريطاني إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالانسحاب التام من العراق، على الرغم من أن ثورة 20 لم تنجح في تحقيق كامل أهدافها وعلى رأسها التحرر الكامل من الإنجليز، إلا أن الثورة أجبرت الإنجليز على تغيير سياساتهم تجاه العراق كليا. الثورة حققت هدفا كبيرا، وهو الاعتراف بحق العراقيين في إدارة شؤون بلادهم ولو بنسبة معينة. ما أن انتهت ثورة 20 حتى عقدت بريطانيا مؤتمرا موسعا في القاهرة حول العراق، تشكلت بموجبه أول حكومة مؤقتة برئاسة نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن النقيب. بعدها أعلنت بريطانيا عن نيتها تحويل العراق إلى مملكة، رشحت لها الأمير فيصل بن الشريف حسين ملكا على العراق في 23 من أغسطس آب عام 21 و900 وألف. وبالفعل توج فيصل بن الحسين ملكا على العراق بعد استفتاء شعبيا نظمه الإنجليز. وتضيف الصحيفة: يستذكر العراقيون ثورة 20 والمآسي التي عاشها أسلافهم تحت وطأة الاحتلال الإنجليزي الذي عاث فسادا في العراق والذي انتهى في نهاية المطاف منتصف القرن الماضي، لأنه بعد نحو نصف قرن عاد الاحتلال مرة أخرى إلى العراق بوجه أمريكي بريطاني في عام 2003 ليعاود العراقيون ثورتهم مرة أخرى ضد الظلم، والذي لا زال جاثما على صدور العراقيين بعد تنصيب الاحتلال بساسة لا لهم سوى نهب خيرات البلاد والتنكيل بالعباد. جاء في الزمان: المواطن العراقي يواجه آثام مفاسد المحاصصة
حيث تحفل منصات التواصل الاجتماعي بحوارات متعددة الأطراف تقارن علاقة الفساد بالنظام السياسي، فمنهم من يرى أن الدكتاتورية تؤسس لمفاسد السلطة، ويذهب الرأي الآخر إلى أن الديمقراطية تبني قيم النزاهة، فيما يتفق الجميع على أن القول بديمقراطية النظام السياسي القائم حاليا في العراق إنما تقتصر على التداول السلمي للسلطة بموجب انتخابات فيها الكثير مما يمكن قوله عن عدم انسجامها إطلاقا مع المعايير الدولية. عن مفاسد المحاصصة كتب مازن صاحب في صحيفة الزمان العراقية: ما تم تطبيقه طيلة عقد ونصف مضت انتهى إلى نتيجة تردد أصداؤها في أروقة الدولة بأن هذا النموذج غير قابل للاستمرار، والحاجة ماسة للتغيير المنشود في إعادة هندسة بناء الدولة من جديد. تتخذ من المنهج الديمقراطي نظاما للحكم، وتواجه في ذات الوقت معضلة مفاسد المحاصصة، وتلك معادلة ليست بالسهلة في إدارة الدولة ولأسباب عديدة، لكن في حدود فكرة هذا المقال إن أي مسعى للتغيير يواجه ديكتاتورية مفاسد المحاصصة، لا سيما تلك الشرائح الاجتماعية التي استفادت من هذه المفاسد والتي أطلق عليها وصف حواسم الانتخابات. لذلك الجمهور الذي يعتلي منصة الانتخابات ويشارك فيها دفاعا عن هذه المصالح الشخصية مقابل الأغلبية الصامتة التي ترفض المشاركة في الانتخابات، وهكذا يتكرر ذات النموذج حتى وإن كان البرنامج الحكومي واعدا والتصريحات السياسية تبشر بعودة الخدمات العامة، بل هناك من يبشر بالرخاء الاقتصادي عبر مشاريع استثمارية واسعة، فتنتهي النتيجة دائما بعد كل دورة انتخابية إلى عدم محاسبة ومساءلة الشعب من الناخبين لمن منحوا الثقة عما أنجز من فقرات البرنامج الحكومي. يعرف النظام السياسي في العراق في عراق اليوم بالديمقراطية التوافقية، ربما لا تحمل أنموذج المحاصصة ومفاسدها، لكن ما تم تطبيقه طيلة عقد ونصف مضت انتهى إلى نتيجة تردد أصداؤها ونسمع أصداءها في أروقة الدولة برمتها بأن هذا النموذج غير قابل للاستمرار، والحاجة ماسة للتغيير المنشود في إعادة هندسة بناء الدولة من جديد. نطالع في المدى. بعد سباق مظن استمر 8 أشهر تقريبا بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، أخيرا تم اتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام. في 23 حزيران تم تعيين نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع، وياسين الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق أمين وزيرا للعدل، ولكن المجلس لم يصدق على تعيين المرشحة لشغل منصب وزير التربية سفانة الحمداني، ولكن بأي ثمن تم تحقيق ذلك؟ سؤال وجيه. النتيجة الواضحة الأولى كانت خروج صاخب بالتيار الحكمة من تحالف من أجل الإصلاح. يبدو أن الوسطيين كما يقول الكاتب يشعرون بالغبن في توزيع المناصب هذه التي أسفرت عنها مفاوضات فيما وراء الكواليس. عن الصراع بين أحزاب السلطة كتب فالح الحمداني في صحيفة المدى: لقد مر 16 عاما منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003، وما زالت البلاد تعاني من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى لم يتم حلها. حتى أكثر الناس تشاؤما في العراق لم يظن أن الوضع سيكون بهذا القدر من السوء، والسياسيون من جميع الخلفيات لا يستجيبون للتحديات التي تواجهها البلاد. وترجع الفوضى السياسية الحالية في العراق إلى حد كبير إلى دستور عام 2005 المكتوب على عجل، وتعاون مختلف السياسيين من ممثلي مكونات المجتمع العراقي لتأمين فوائد قصيرة الأجل لمصالحهم الخاصة. والدستور غامض في كثير من النواحي، والقضايا الأكثر حساسية مثل توزيع عائدات النفط وأكبر كتلة انتخابية ترشح لرئيس الوزراء والعديد من القضايا الأخرى عرضة لتفسيرات مختلفة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مزيد من الانقسام والصراع وعدم التسامح.
ولا يحتاج العراق إلى إعادة كتابة الدستور بأكمله، لكن بعض الأجزاء تحتاج إلى تغيير لأن الوضع الراهن يغذي الطائفية وينتج سياسيين ومسؤولين حكوميين فاسدين. وكشفت السنوات الأربع عشر الماضية عن الحاجة الملحة إلى العديد من التعديلات الدستورية لتوضيح معنى ونطاق الفيدرالية وإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية ومراجعة النظام الانتخابي. يعتبر العديد من علماء الاجتماع المظالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية عوامل تدفع وراء الثورات. فالعراق معرض لخطر كبير على الجبهات الثلاثة، ويبدو أن الاضطرابات الاجتماعية أمر لا مفر منه إطلاقا، مع معدل بطالات يقدر بنحو 40% بين الشباب العراقيين الذين يواجهون أصلا مستقبلا غامضا. ولا تزال الدولة تفشل في خلق الوظائف وخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالازدهار. وكما تعلمون، خلق الفرص لجميع العراقيين يمثل مشكلة. من الواضح أن إيران تبحث عن اشتباك محدود مع الولايات المتحدة. كل ما قامت به لنقول هو بمثابة تحدي مباشر لأمريكا. ليس الاعتداء على سفارة البحرين سوى رسالة إيرانية إلى أمريكا عبر العراق، ويندرج اعتداء ميليشيات عراقية على سفارة البحرين في بغداد في سياق سلوك واضح تماما. كل الوضوح، لم تحد عنه إيران منذ العام 1979، تاريخ نجاح الثورة الشعبية في القضاء على نظام الشاه. يدخل مثل هذا النوع من الأعمال في صلب السياسة التي ينتهجها النظام الإيراني من أجل تأكيد أنه يمتلك أوراقا إقليمية يستطيع استعمالها. في مقال للكاتب خير الله لصحيفة العرب اللندنية جاء هذا المقال: لا يمكن عزل الاعتداء على السفارة البحرينية عن سلسلة طويلة من الاعتداءات نفذتها إيران مباشرة أو عبر أدواتها في المنطقة، بدءا بنسف حزب الدعوة العراقي الذي كان معارضا لصدام حسين للسفارة العراقية في بيروت عام 1981. أدى ذلك إلى تدمير كامل للسفارة التي سويت بالأرض، وإلى مقتل 61 شخصا بينهم السفير العراقي وبلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قباني التي كانت تعمل في السفارة. لم يكن حزب الدعوة في تلك المرحلة سوى نقطة التقاء بين الأجهزة الأمنية الإيرانية والسورية. ما صار عليه لبنان نموذج لما يفترض أن يكون عليه العراق. جاء الاعتداء على السفارة البحرينية بمثابة تتويج للجهود الذي تبذلها إيران لتكريس العراق ورقة في جعبتها في المواجهة القائمة مع الولايات المتحدة. أظهرت ردود الفعل على ما تعرضت له سفارة البحرين أن هناك قوى عراقية ما زالت ترفض الوصاية الإيرانية. سعى كبار المسؤولين العراقيين إلى إدانة الاعتداء على سفارة البحرين، لكن ماذا بعد الإدانة؟ هل سيتخذ أي إجراء في حق الذين مارسوا هذا العمل المشين الذي يشكل اعتداء على العراق قبل البحرين؟ هناك وجوه شبه بين الحالة العراقية والحالة الإيرانية. في لبنان يوجد حزب الله الذي يعتبر نفسه المتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة اللبنانية، من منطلق أنه لواء في الحرس الثوري الإيراني. وفي العراق هناك الحشد الشعبي الذي يمكن وصفه بأنه محاولة لنقل تجربة النظام الإيراني إلى العراق، وذلك كي يكون الحشد في وضع شبيه بالحرس الثوري في إيران. يضيف الكاتب: الثابت أن العقوبات ضايقت إيران إلى حد كبير، لكن الثابت أيضا أنها لم تجعلها أقله إلى الآن تغير سلوكها. الثابت أخيرا أن العراق سيكون مسرحا لمزيد من التجاذب الأمريكي الإيراني. عاجلا أم أجلا سيتبين لمن ستكون الكلمة الأخيرة في العراق ولمن ستكون الغالبة. وما إذا كان الرهان على قوى عراقية مستعدة لمواجهة إيران هو رهان في محله، أم ثمة حاجة إلى إعادة نظرة عربية في العمق في كيفية التعاطي مع العراق. جاء في العرب الجديد: تونس
الديمقراطية على المحك مجدد، هكذا عنوان الكاتب المهدي مبروك مقالته في صحيفة العربي الجديد، حيث يقول: أصبحت بعض التوقعات والإشاعات التي سرت في تونس في الأسبوعين الماضيين أقرب إلى التحقق، وتحديدا إلى التي تعلقت بإمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل والرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني. فالفصل الوحيد الذي جاء صريحا وواضحا في الدستور يشترط الخطر الداهم سببا وحيدا لتأجيل الانتخابات. روجت منابر إعلامية محلية احتمال تأجيل الانتخابات حتى بات الأمر منتظرا لدى فئات واسعة، وقد تكون تلك أمنية بعضهم إرباك المسار الانتخابي وربما الإجهاز عليه من خلال إقحام البلاد في مسارات غير دستورية مفتوحة على كل الإمكانات، وقد يحقق بعضها الآخر أمانيه تلك لتحسين رصيده الانتخابي في ظل انتشار نتائج السبر استطلاع آراء محبطة لبعضهم. وقد يكون التأجيل أيضا فرصة نادرة للملتحقين بركب المتنافسين على كراسي السلطة التشريعية أو التنفيذية من خارج الحقل السياسي للتأقلم مع الوضعيات الجديدة بعد أن غادروا خيمات العمل الخيري إلى آخره. ها هي المصادفات الغريبة والتزامن المريب يقتربان من تحقيق أعراض هؤلاء جميعا. يبدو أن مرض الرئيس الذي غذته إشاعات عديدة وصلت إلى إعلان قنوات عربية وغربية وفاته، علاوة على أن عمليات التفجير المتزامنة في العاصمة التونسية صبت في هذا الاحتمال. وبقطع النظر عن مآلات أمر مرض الرئيس، فإن تأجيل الانتخابات أصبح واردا، خصوصا إذا كان للرئيس موقف معارض للتعديلات أو إذا اعترضت عليها الهيئة المؤقتة للنظر في دستورية القوانين في غياب المحكمة الدستورية، غير أن التونسيين لا يخشون هذه الاحتمالات جميعاً. شيء ما ظل يشد التونسيين إلى تجربتهم الفريدة على الرغم من كل خيباتها وأخفاقاتها، الحرية ولا شيء غيرها. أهدت الثورة إلى مناصريها وحتى أعدائها من دون تمييز، هم مستعدون للموت جميعا كما يصف الكاتب، من أجل أن تظل الحرية هبة لمن يليهم من ذريتهم. لهذا قد تتأجل الانتخابات وقد تحدث هناك فراغات دستورية غير متوقعة، وقد يرتبك المسار الانتخابي برمته ويتعثر، ولكن لن يعودوا إلى الوراء خطوة واحدة. طريق الحرية يبدو أمامهم طويلا، ولكن الكل يحث السير إلى أفق أفضل مما مضى وفق مقال الكاتب. جاء في القدس العربي: في تسارع مع الزمن تسعى إسرائيل لتهويد هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث أعدت وزارة الاستيطان الإسرائيلية أخيرا خطة لتشجيع الاستيطان فيها من خلال بناء عشرات الآلاف من الوحدات الاستيطانية لاستيعاب ربع مليون مستوطن يهودي جديد بحلول 2048. وسيطلق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوطنة جديدة ستقام في الجولان كتعبير عن الامتنان لاعترافه بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة الاستراتيجية. وتشمل الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى تشمل بناء 30,000 وحدة استيطانية في مستوطنة كاتسرين، وفق مقال الكاتب نبيل السهلي في صحيفة القدس العربية. وتسعى حكومة نتنياهو إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الهضبة السورية المحتلة ثمة خطط سابقة لتكثيف الاستيطان، منها خطة إسرائيلية جاذبة أطلق عليها اسم نيتو جولان، وغايتها زيادة عدد المستوطنين ليصل إلى 100,000 مستوطن بحلول عام 2028 لإسكانهم في الهضبة. وسيتم تقديم تسهيلات ضريبية وتخفيض أسعار الأراضي وتقديم مختلف أنواع الخدمات ووسائل الرفاهية بغية تشجيع المستوطنين على السكن في الهضبة السورية المحتلة. وتشير دراسات إلى أن هناك 33 مستوطنة يتم بناؤها في الجولان حتى بداية العام الحالي، تستحوذ على 25,000 مستوطن إسرائيلي كما أشرنا، في مقابل 22,000 سوري في أرضهم في 6 قرى سورية في الهضبة المحتلة.
وتستغل إسرائيل إعلان ترامب بالسيادة السورية المطلقة على الجولان لتؤكد من جديد على إبقاء احتلالها وسيادتها على هضبة الجولان السورية المحتلة التي تستجر منها نحو 600 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، تمثل نحو 30% من حاجات إسرائيل المائية السنوية الآخذة بالنمو بفعل الزيادة السكانية من جهة وجذب مهاجرين يهود من دول العالم إلى فلسطين المحتلة من جهة أخرى. الكاتب يقول: بات ماثلا للعيان أن هدف الاستيطان في هضبة الجولان لا ينحصر فقط في نهب مياهها الوثيرة والوفيرة، بل تعده خلال العقد الأخير إلى التنقيب عن البترول في منطقة وسط وجنوب الجولان، ويعد هذا خرقا واضحا للقانون الدولي. واللافت أن خطوات تهويد هضبة الجولان المحتلة وتنشيط الاستيطان الإسرائيلي فيها ونهب خيراتها قد تسارعت بشكل ملحوظ ومتواتر بعد إعلان ترامب خلال آذار مارس الماضي السيادة الإسرائيلية المطلقة عليها، ضاربا بعرض الحائط القرارات الدولية التي تعتبر الهضبة أراضي سورية محتلة. بعيدا كل البعد عن السياسة، كشفت دراسة جديدة أن تأثير خطوط الدخان المنبعثة من الطائرات أثناء تحليقها أضر على المناخ من أضر على المناخ من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من محركاتها. وهذه الخطوة التي تسمى كونترايلز تتباطأ في السماء مكونة سحبا جليدية وتحبس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض. هذه الخطوة وهذه الخطوط بالأحرى هي مصدر خارج الحسبان لظاهرة الاحتباس الحراري الناجم عن السفر الجوي. ويقول الباحثون من معهد فيزياء الغلاف الجوي في ألمانيا الآن إن هذه المشكلة من المتوقع أن تتضاعف 3 مرات بحلول عام 2050. وأشار صحيفة إندبندنت إلى أن اتفاق كورسيكا، وهو مخطط الأمم المتحدة لموازنة انبعاثات الكربون الناجمة عن حركة المرور الجوي من عام 2020، يتجاهل التأثيرات الجوية غير المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حركة الطيران. لكن النتائج الأخيرة ستدق ناقوس الخطر حول تأثير الكونتريلز بالمناخ. ويقول الباحثون أن الزيادة النسبية في الإشعاع الناجم عن الكونتريلز ستكون أكبر بكثير من تلك المنبعثة من ثاني أكسيد الكربون، لأن الطائرات ستصبح أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.